مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار هذا غادي ندير واحد لا رياكسيون على واحد لا فيديو صيفطها ليا خويا وقال لي عافاكي نصيفط لك واحد لا فيديو وديري عليها رياكسيون. دونك انا مازال ما شفتش لا فيديو، شفت غير واحد اللقطه صغيره حيت بغيت لا رياكسيون ديالي تكون فهمتي سبونطاني وبغيتها تكون قدام الكاميرا. كنتنمر بطريقه خايبه، ما عمرك كتلقاني في لي ريزو سوسيو كنضحك على شي واحد ولا كنعايرو في لي كومونتير داكشي ما غادي تشوفوه، ولكن هاد لا فيديو هادي ضروري يكون فيها شويه ديال التنمر. سبيد ديتينغ موروكو موني ميكس كواليس لا باج ميتا كواليس. جيماجين كادو كونسيبت هذا بغاو نقلوه من هذاك سميتو جوبلي. على بركه الله نبداو ياك. عيطوا العدول ما علاش تندمغ؟ هاد الفيديو هادي باينه يكون فيها بزاف د الكرينج وبزاف د لونغلي، ظاهره ولات جد متداوله عندنا في المغرب لونغلي. طلعتي غبابه راي ممس ما فهمتش علاش المغاربه ديما عزيز عليهم يديروا ديك الصوت الرقيق ديال الهيليوم فاش كيبغيو يدخلوا شويه ديال الحس الكوميدي للفيديوهات ديالهم، كيجي شويه فورسي هاد لو تروك هذا. اي كمل بيكوز اوه انت شنو لا كوكا يو ود بي ا جود بيست فريند دو اي دينت اندرستاند شيت. انا صراحه من الناس اللي ما تفهمش علاش المغاربه عزيز عليهم يضربوا هاد اللغات الاخرين، ما عرفتش علاش. زوينه الدارجه والله العظيم اللي زوينه. اوليس كترحب بكم في اول سبيد ديتين شوف في المغرب موني نيكس، فين جبنا شباب اللي يحاولوا يلقاو الشخص المناسب لهم. فاش الموني نيكس كتشعل بالاحمر كل مشارك عنده الحق يبارك عليها ويبدل الديت اللي قدامه بواحد اخر جديد. صبار تانا بغيت نشارك تانا غادي نحط قدامي شي حاجه فوق ما تشوفوني بركت، يعني كون كنت مشاركة كون راني بركت فهمتي، غادي نشارك معاها وما ندير عليه بحال هكايا عرفوني حتى انا راني جريت على داك الانسان. الا حتى واحد مسكي با لاخر كيماتشي وكيخرجوا في ديت او مابقيناش نحشموها ولاو ماتشي وخرجوا في ديت. انا مازال واحد النهار كنعقل فاش كنت صغيره قلت كانت عندي 6 سنين وانا نقول قلت لبابا حاشاكم وصوري على اللفظ، قلت له نعاود لك واحد النكته كتخرب الضحك وهو يضربني. دابا ولا شي سبيد ديتينغ ودا والديهم كيشوفوا هاد الشيء ما عرفتش، يمكن انا اولد سكول دابا فهمتي قربت للثلاثينات مي زعما كان عندنا هاد الشيء عيب ما كنقولوش في المصاحبه. كلمه مصاحبه عندنا حشومه، كان كيبدا الاشاره اولويز كان فهمتي كنمرقوا شويه خرجوا في ديت اش من ديت اه كنت حشمو. شنو بعدا كاتبين هنايا في كواليس نحن نؤمن بقيمه الحوار والتنوع الثقافي ونفتح أبوابنا لكل فرد ليعبر عن أفكاره وآرائه بحرية وتلقائية تامة. ها عندكم الحق بغض النظر على الموضوع أو اللغة التي يختارها، لا أنا هذا هو الموضوع اللي أنا نهضر فيه، أنا نهضر على الموضوع ديال اللغة علاش تضرب الإنجليزية. سلام بابا صباح الخير صافا تخيط الحمد لله أم جود أم جود. السلام عليكم ومرحبا بكم في المولينكس، قدموا ريوسكم. شكون يقدم راسو الأول أنا ولا ليديز فيرست؟ Thank you. Okay, so my name is Yasmin. I'm 21. علاش علاش الهضره دابا بيك جوج مغاربه تقول لي كل واحد عنده الحق يهضر باللغه، ولكن بغيت نفهم علاش، شرحوا لي علاش، انا بغيت نعرف علاش كتهضروا بالانجلي، واش ما مجتمع عايشين فيه كيضرب بالانجلي وما درنا حتى حنا اللي ضربنا. دابا شحال دابا دار عامل حاضش في كندا لونغلي مع راجلي 50-50 نص أونغلي نص فرونسي، عكوزتي تدوي غير بلونغلي، أقرب الأصدقاء ديالي أونغلوفون كيدوي غير بلونغلي، يعني العربية كنهضر مع ماما في التليفون نص ساعة في النهار، وولدي الصغير هدا جلس فهمتي داكشي جد مبسط، يعني شي واحد يقولكم هاي وان اند ذيس اند ذات اند لايك 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 لايك، ولكن هادشي بوركي كنفهم بلي حنا المغاربه كنخلطوا في الشكل في الاكل، ولكن واحد الحوار ديال هضر معايا هضر علاش. What do you want to know more about me like فين كنقرا؟ yeah اوكي كنقرا في لون سي جي كنقرا في لون سي جي كنتراس دات كازا 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 يس و كنسكن في كازا اكزاكتلي و فين في كازا عمي نقولك ماشي باغي يعرف فين كنسكن. اوكي دونك انت ماشي ولد كازا اي جيس عاد دونك تاكس واش تسول فين ساكنه بالضبط في كازا انت ماشي اصلا مشيت لتمسنا ومن بعد رحت الرياض ومن بعد عاد رحت اوكي اوكي اورايت اورايت ما سوقيش كل كنت كازا زعما كون درت بحال هكايا قويتي عليا في الهضره كنت ساكنه هنا داكشي عندي ما ندير به. ام 20 years old لا فاك سويسي اتو دونغليز اوكي فوالا
اوكي يو اونلي سبيك انجلش مطارت على لوكازيون قال لها تنقرا لونجلي سو يو اونلي سبيك انجلش اي اونلي سبيك انجلش 50-50 باغا طير على لوكازيون ما فهمتش علاش مغددين انهم يدو بلونش اي جيس اي دو سبيك انجلش فرنش از ويل اي That's good. Well, like, what's your type of music? We can, I guess I know your type of music. I'm 20 years old. La fuck. I'm sorry, عليك المرة الثانية. صغير عليك. مالك مازال بركة تما. En plus 20 عام. The type of music is rap, actually. Okay, who's your favorite singer or like rapper? I can't pick one. One. Can I go Kendrick Lamar? I'd say Future. Definitely Offset. Offset, okay. Migos member. Yes, okay. And it's more like The Weeknd, yeah. Yeah. I see. You toxic? Am I toxic? Yeah. Do I seem like a red flag? No, I don't think so. You don't like red flags? أنا بلي في هاد الساعة دي كل واحد بغي غير يبين لأخر القدرات اللغوية ديالهم. كيفاش ما كيعجبوكش red flags؟ غير يقول لك أوكي حماقة على red flags. You don't like jealous because I'm really jealous. I get jealous easily. I ain't got a problem with being jealous, but I'm more into big cats. You're what? I'm more into big cats. Ah, you're into big cats. Tigers. I'm more into big cats. You're what? I'm more into big cats. I'm more into big cats. I'm sorry. Okay. I was about to press the it's button okay, too. Man. Don't take it out. Bro, I was about Wait, to. Wait, don't take it out. I was about to press it too. But it's okay. I don't mind. كان عليك تسكيبيه فاش قال لك عنده 20 عام واش نتوما تصرف قاتل البنات ونقول لكم هاد الحاجه الدراري راه بصح حتى تيديروا 25 عام عاد كيديفلوبا لهم تكمل لهم الديفلوبمون ديال الدماغ ديالهم البنات شويه قبل فهمتي البنات كيفهموا القلب شويه قبل دونك فهمتي هو صافي انسان جد سطحي بطحي قال لها اللبسه ديالك ما عجباتنيش لابسه داك اللبسه ديال باريس هيلتون د لوموبرا في 2002 واش زعما ماذا تتوقع من دري عنده 20 عام ما خديتش لان بادوي عادي ما عنديش مشكل هو عنده ستيل ديالو وانا عندي ستيل ديالي كل واحد عنده لوبينيون ديالو اي دون مايند اي اون بليس سي با مون تيب اند اي وونتيد تو بريس ولكن دارها بيفور مي ولكن انا ماشي مشكل هان اون بليس سي با مون تيب ولكن دارها ماشي طون تيب من الاول ولكن انا ماشي مشكل هانيا كتجي للناس الواعرين سلام يا سوا بخير الحمد لله I'm gonna ask you a question okay have you ever been on date دخلت تقصي الحلوه ولكن مزيان انت وتقصي عليهم المسكات تماك تين ابس obviously I've been in obviously So I'm a psychology student. Fluffak GNF. Okay. Donc, first university. Une filière. Études anglaises. Studies. دابا كنحس بواحد الفرق واحد الكلاش ديال 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 لي جينيراسيون فريمون كبير كنحس بحالي لا انا راني شي بيبي بومر فهمتي يعني شي وحده عندها 60 عام كتفرج في لي جون ديال دابا الوغ كو شنو بيناتنا هادو عنده 20 عام انا عندي 28 عام بيناتنا 8 سنين مي راه 8 سنين راه عاتي كل الفرق Here is the fun fact about Hana رفيتي ربحت واحد المسابقه ديال تجويد القران ملي كانت صغيره انا كنت كنجود فاش كنت سكيزوفرينيا النقطه ما تجبدوهاش ما تجبدوش هذه النقطه تبقاش تدخلوا الشكلي في العكلي اي واز ا كيد سو اي شو زعما خصها تبرر اي واز ا كيد باسكو تجويد القران is not cool فهمتي بالنسبه ليهم دابا هي خصها تبرر انها واغي كانت صغيره فهمتي دابا كبرات
I think yes, I think ربحت فيها just because I can sing, so it did work. ماشي حيت كنعرف القواعد. ما نعرفش نجود, ما نعرفش القلقلة وهذا. وانا حيت صوتي زوين في الغناء باش صدقات ليا في التجويد. حتى انا صوتي زوين في الغناء ولكن انا ما نعرفش نجود. كلهم متفقين. شنو افكار فهمتي دابا فهمتي شو شتي؟ I am. Sorry. Okay. Oh. I'm sorry. I'm so sorry. It's okay. Why did you reject her? The fact that ma قرنت الجويد بالغناء ما دخلتش ليا العقلي. I think it's fair حيت I didn't mean like singing as القرآن. I just meant بلي راح صوتي زوين because I can sing. That's why قريت القرآن. اي زعما ربحت في المسابقه. عاودتي قلتي نفس الحاجه اللي هو جرى عليك عليها غير كتخربقي. صافي كملي. صافي that's all, it's not something personal. صافي ما عرفتش الصراحه واش هاد الكلمات اللي تيقولوا واش عارفين شنو كيعني ولا لا. صافي it's not personal. كيفاش personal؟ شنو هو اللي جرى عليك؟ علاش انت شنو من personal؟ انت دابا انت مزال ملك اوكي انت ايمن شرف شري نعم كنقرا في لافاك سويسي انجليز ستاديز. هذا بخير ما عرفتش واش درتي. كنقرا هزات فت اي جاس اتس اوكي اي دونت ريلي جادج بيست اون ذات. اوكي اي سي. اي وان تو نو مور اباوت يو. اي مين فيرست يير فلير. اي ام فيرست يير بزنس. كان يو نوت تيل؟ قلت لك ايرو سبيس ما كتسمعش. شي بنت مزيانه هذه انا عجبتني هذه فهمتي ما كتزاقلش قلت لك ما كتسمعش تبرش عليا حل معايا ودنك وهذا راني وقتي انا حاطه معك وقتي هنا يلاه يخليك. او ضرني ظهري بالكرينج. اوكي نايس شي دابا هو ما غاديش. انا نقول لك انا متوقع انها هي غتجري عليه لحقاش ما بينش راسو اتونتيف وبان بحال زعما حسسها انه بارك فوق هذا الكرسي هذا بونون لونطون يعني هي غير بليغو ديالها غادي تبغي تجري عليه. It's been 30 seconds, I can't judge based on that. Yeah, we should spend more time together, I guess, so we can know what vibe. شتي بالظبط هذا سبحان الله بنادم كامون عزيز عليهم اللي يشنشن فيهم. الا بينت دابا كون كانت بينات له شويه ديال الانتيغ من الاول هي بينت راسها قوه الصحه هو هذيك الساعه عجبو الحال. ولكن هي غادي تسيقو. I want to know more about you. Okay. This I hear you. I don't. يلا دق goodbye. ملك شنو ما عجبكش فيه؟ Okay, he came on pretty straightforward. I don't like men like that. Alors, moi. قال لي جهانيشة هي ما عزيش عليها اللي جهانيشة. كيف كيعجب لي تجي تفلع عليها؟ سلام بخير مزال شنو تشوف في التريكو ديالك؟ 11 شنو هي؟ دابا هادي واحد البراند فرنسا. ناري شكون تبع لك هذا؟ عنده 6 سنين ولا شحال عنده هذا من عام؟ ديال السكيت هذا هو اللوغو ديالو. هذاك ملاك وي قولي لنا ثلاثة الحوايج عجبوك في ماوي. I like your hoodie. Thank you. I like how baggy your jeans are and I like your hair. Oh, and jewelry. Our gold, real gold, by the way. I love them. Yeah. Oh, wait. Let me have kids. لا ما يمكنش ما يمكنش البنات لا تخصكم تفورماتيو هذا الشيء. شنو هذا اولا الدري يجي يجلس عليا هذه الجلسه هذه جود باي. ثانيا هذا عنده 16 عام. ثالثا جاي كيهضر معاه بواحد الطريقه ديال يو 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 مدرب علينا تما. جاي تيقول لي هذا الذهب وبزعطه دير الذهب ولا الجالوق حنا مالنا زعما فهمتي. وهي شتا فهمتي عينيها تقرقشو بصح تكون غير كدير معاه الصواب. يا ربي تكون غير كدير الصواب يا ربي ما نكونش غلطه فيك. يا سير تا انا اي لايك يور جلسه. ذاتس مي ام فيكي. يو ثينك ام فيكي نو كوز ام سيتينج لايك ذس. نو ام نوت فيكين ات. اي دونت كير اف يو فيك ات. ام نوت فيكين ات. ام نوت فيكين ات. اي دونت كير اف يو فيك ات. No, I respect it. That's okay. I respect it. No, I like when a guy speaks his mind.
Okay. I respect that. Tell her, bro. I don't know, bro. What do I play? حسيت براسي بحال راني فشي كوليج. بحال شي واحد جا حطني فشي كوليج دابا وقاسا كنشوف الدراري الصغار كيتهضروا. فهمتي دوك مازالين الهرمونات كيقشقشوا عندهم فهمتي مازالين ديك لا فاز فانت تكون تكره والديك وكتفهمتي ما عجبكش الدنيا وانت هي هو مركز الكون. ماسا. اوكي. I just like فاش قريت ديك الورقة صيفط ليا قال لي زعما شنو قلت لي بلاير فهمتي فحال هذا شنو زعما يو بلاي جيرلز؟ يو بلاي جيمز؟ I was just kidding actually. I was sitting with my big brother and I said like player. Why would you lie about it? عجبها الحال بنت انتريسي واخا كنبغي نحاول ندير في راسي انهم زعما باقيين صغار ولكن راه هي عندها 18 عام زعما كتكوني 18 عام كتبغي تكوني كتباني لحقاش هي بينات هذاك الشيء ولكن الذوق ديالها عيان. Would you lie about that? دابا كيفاش هذا يسمى من داك الاخر؟ I'm a big liar actually. Wow. But I one of the things that I wrote was I highly value honesty. Jusqu'à maintenant, ما كاين حتى شي جمله بالعربي ما كاينش كيدخلوا للدارجه فاش تحصلوا ولكن ابار سا كاين غير انجليزي. ملاك maybe you can fix him. No, I don't do fixing. ولكن باش انك تسنيتي حتى لدابا باش دريتي عليه كنت باغا يو ماي نيم از مو المهم it was good to see that ما قالولناش هذا شحال في عمره باين عنده 15 عام مربي داك موستاج الحليب داكشي علاش فهمتي بان شويه بحال الا فلاج ديالها مي جو بونس باقي صغير بزاف في الاوج ديال المراهقه فهمتي مازال ميم با بروش ديال انه زعما كترصى في الدماغ ديالو سلام بخير مزيان كنعرفك من دراسة كنشوفك بزاف المرات كنشوفك في الكلوب وكنشوف في باتشيما كيجاك بوغوس ولا ماشي بوغوس؟ هيز يا ونجا كيجاك عبد الكريم؟ نار قرطاس اوه شنو اللزقة واخويا راه العائلات كيتفرجوا هنا العائلات الكونسيبت كامل ما اعتبرتوش العائلات حتى قال القرطاسة الكونسيبت كامل ديال الصحبة والزهو متأنتمين مع بعض دابا خلوا العائلات كيتفرجوا شوف ليا غتهضر ولا لا خاصنا انا هضر خاصنا تمنى هاد البنات كيعجبك عبد الكريم كلشي دايز اللي طاح في مقيتك في الاول بان لي بعقله فاش كنصاد فمو بدا يهضر و يبدا يخربق اللي طاح في مقيتك واش انت مالك نفس الحاجه انا تسمي في هاد الفايب صراحه اذا تنتي كنت ندير لك بحال هكا عبد الكريم تشوف فيها دابا بصح شنو التايب ديالك التايب ديالي تكون سمارت دايره اي ري فاليدي كلشي لا صافي معاك بغيت نقولها كان خاصني نقولها فايبي دابا هاد البنت هادي كدوخني لحقاش كتبان بحال الا عجبوها كاع هادو اللي دازو ولكن من بعد كتسيقو ما عرفتش اي بورتون هذاك الاخر هذاك الاولاني كنبان ليا شويه مثبت على هاد الجوج اللي دازو بيزار As long as you give me attention and you compliment me وداكشي أنا I'm down بس حشمني صافي يا تصور دري يقول لك انت كنت قرطاسة دري عنده 12 عام تيقول لك قرطاسة عرفتي دري يقول لك قرطاسة ومفات تكوني انتريسي انك تهضري مع حيت قال لك قرطاسة خاب الظن ديالي دابا تنفهم علاش نسبة الطلاق في الكرة الأرضية كاملة جد مرتفع في المغرب واقيلا شي كدا 40% تنفهم علاش curious to see how that goes. Oh, ما عرفتي شنو ممكن يطرا. غير تراجع. دري زوينه. مؤدبه سمارت. مع الالتزامات اللي كاينين ومكاينش الوقت اضطريت نسبيدي اب ثينكس باش نمشيو فحالنا. بما انه كندوزو في الاخضر واليابس ما كاينش مشكل. هاي صافا. بما انه كندوزو في الاخضر واليابس ما كاينش مشكل. هاي صافا مرحبا بكم في المونينيكس مرحبا بك قدموا ريوسكم يلا دابا داخل بالنظاظر دابا سميتي جادين جي 20 اون كنقرا بسيكولوجي جهاد 20 years old تنقرا لونغلي اوكي شنو هي الفيرست امبريشن ديالكم على بعضياتكم ستايلش اي جيس غوثيك احضري عندي الوساده
My type, I like French speakers, but that will have very tall dudes. Bien sûr. شتيت العقدة عندنا بيان سور غنضرب لونجلي غنضرب الفرونسي غنضربهم بجوج غنضربهم بجوج اللي فهمت هو انه فرونسي ولات في المغرب ديال هذوك الناس كيليميني هذوك الناس ديال ليميسيون فرونسيز وهذا ولونجلي هي ديك اللي جاو ديك لا روبيليون فهمتي ديك دوك اللي جاو زعماك بغاو يقلبوا القفه على 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 الفرونسي لا كلاس موين جايه بغات تقول لهم يمالا نتوما تضرب داك الفرونسي ربحوا به حنايا غادي نبداو نهضروا بلونغلي اللغه اللي كيهضر بها العالم وحنايا غنبانوا احسن منكم دونك هذيك واحد الطريقه باش هذيك الطبقه بغات تقول دوك الاخرين هذاك الفرونسي ديالكم عيان جو بونس فلانكونسيون سوبكونسيون ديال المغاربه هادشي اللي طرا دونك هاد الاخت هادي شنو بغات تقول باللي عزيز عليها ولاد كيليميني معزيش عليها الدراري الشعبيين بحال هكا عرفت ديك الاغنيه ديال انا عميق انا عميق انا عميق هو هاد النوع هذا ايوا غادي اوكي الوغ ما جو مابيل شادين جو في دي زيتود ان بسيكولوجي اي جو بروف ان باراليل جهاد كيس كو في دون لا في اي دون سبيك فرنش اند اي دينت اندرستاند شيت شنو شنو قال شي اللي قلت جاوا هادو كونفيرماوه ليا اي دون اندرستاند شيت انا سعد شيت كذوب بعدا تجي كذب هذيك النفخه قلت لكم هذيك لا روبيليون ديال نتوما سيرو تلعبوا لحقاش تضرب الفرونسي حنا سيدي ما تنفهموش كاع داك الفرونسي ديالكم حنا ما تنهضروش كاع بالفرونسي هذه واحد الطبقه نقدر نقول لكم شفت في حياتي شي 20 دري تيقول انا ما تنفهمش كاع الفرونسي وهذه واحد الكذبه لحقاش الفرونسي هي اللغه الثانيه اللي كاينه في المغرب في المدرسه تيقراوك الفرونسي فاش كتمشي الابتدائي سواء قريتي في البريفي سواء قريتي في البوبليك تيقراوك الفرونسي دائما ما كيجيوش يقراوك لونغلي لونغلي كتعلمها من بعد ما كيدخلك يوتيوب من بعد كتبقى تشوف الافلام من بعد من بعد من بعد من فاش كتكون صغير الابتدائي قريتي الفرونسي دونك هذيك لا باز ديال بونجور جو مابيل كومون تو تابيل جي 30 طون هذاك الشيء كلشي تعرفو دونك كذوب فير انوف او ريسكي بيشيا Fuck with French guys, French dudes, a general. I got rejected by Jihad, mais le problème c'est pas dans the rejection itself, c'est juste que Hsis Billy c'est quelqu'un de very insecure. Le fait and now he wasn't willing to fuck with me, because I'm a French speaker, alors que ça veut juste, c'est juste une preuve de mon intellectualité. Du coup, voilà. Chti, gutlekom, j'nou gutlekom le jumelé gutlekom fil loul, an adwa. انا بان ليا في هاد الساعه هادي كل واحد باغي غير يبين الاخر القدرات اللغويه ديالو حتى واحد ما جاي ب ب بواحد الهدف ديال انه يتعارف ايا واش اخبارك بلي جهاد كيلعب كره في حالك ويلي جول كيبر دونت انا تي جول كيبر فوالا طوب دي انا باقي ما شعلتش بالاحمر او ولكن علاش سكيبي شيها ام جاست ميسينغ اراوند لايك اتس جاست نوت شيز نوت ماي تايب ضرب عليك اسكو فاض على سكيبيشيا دابا يا ربي تسمح لي حيد بغيت هو يحيد النظر بعدا باش نتفاهم حيد النظر نتفاهموا بعدا هذا زوري سكيبي اش هاد الستاندار عندنا في المغرب So he was very rude, Saraha. I didn't like him at all. Asan his hairstyle is not my type, even though I got rejected. ولكن خونا بلي ينفربل بين في زعما فريمون واحد الانسان اصلا كتبان عليه ما عرفتش علاش زعما فريمون واحد الانسان اصلا كتبان عليه ما عرفتش علاش anyway I'm better ما يقدرش يلقى بحالي كاز واش بصح دوزو هاد اللقطه هادي واش بعداك انا فهمت واش انا عقلي موسخ فهمت الشيء اللي فهمته ولا بغات تقصد شي حاجه اخرى ايوا البوز ياك لا اتس اوكي جهاد بغيتي تعطيكم السيليه فحالك هيا روان راه موض لك تقرا الفنون اش بالك في الاوتفيت ديالها اي لاف ذا اوتفيت نايس نيكلاس تو دابا نجي بهاد الوقت انا يجي واحد هكايا بنضيضراتو كابتن ماجد يجي قدامي بقى واحد يسولو كي جاتك وبقى هو ياناليزي في علاش تحطوا راسكم في هاد المواقف البايخه ديالو صراحة عجبني كيفاش فهمتي اخت استعملتي الفاخ دوك لي نيونس ديال الخضر ما عرفتش هادوك واش قريو ولا الخضر خضر اشنو هاد اللبسه هادي فيها ما يتشكر هذاك الكبوط بعدا ديال جدو هذاك السروال الخضر ديال فاش كتصفطك امك تسخر
كبوط في الخضر ما عنده حتى شي علاقه مع الخضر اللي في السروال, وهذاك الكبيبات في البيض داك اللي تلبسو باش ما يضربكش البرد. صافي الاذواق لا تناقش, ولكن كاينين شي حوايج اللي اوبجيكتيفمون خايبين. الموسيقى I'm a songwriter. 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 ما عجباش علاش قالها نكتب لك الاغاني. الحاجه الوحيده اللي زعماك شويه رومانسيه قالها هي اللي ما عجباتهاش. المهم انا ولي خايف نتاساسينا في الزنق. سو دا اوزي سينا تا هو جون كينيدي سير سير بحال هكا. كيفاش كراوان بلان بلان ايوب حشمتي شويه بزاف. هاني شوف اجي راوان. نعم تبان لك في ايوب صراحه راك غزال. شكرا عندك ضحكة زوينة ما تشوفش ليه شوف في عافاك. ايوب شمن تايب ديال الموسيقى كتسمع صح؟ عمرني ظنيت انا شي مره نبقى نتفرج فيك زعما فهمتي البنات طرطقات عينيهم والدري مسكين مارق شوف فيا طورش وجهك وغيموت بالحشومه مسكين. I'm sorry. ها علاش رجعك تاشي؟ To be honest I don't like فهمتي a lot of rap US ياك وما عنديش مع التوتو كاع فهمتي. I'm sorry. دابا هادشي دابا علاش كيتبازاو باش انهم يتفاهموا. ناري ناري ماناش غاديين في الخسران. شتي انا وراجلي ما كان ما عندي حتى شي ذوق بحال بحال في حتى حاجه, لا في الموسيقى لا في الماكله لا في لي زاكتيفيتي حتى حاجه ما كنتفاهمو شي حاجه في هادشي ديال زعما لي بريفيرونس بيرسونيل. بالعكس داكشي هو اللي كيخلي واحد لو كوبل يكون متكامل فهمتي. ما لجينا كنا نبغيو نفس الحاجه. انا بالنسبه لي هذه واحد القضيه فهمتي غير الافلام ديال انا كتعجبني هاد الحاجه حتى انا كتعجبك هاد الحاجه هادي واو حنايا صافي ان كوبل بارفي. بون انا شويه خديت شي بجديه دابا على الشجره ديال يمشيو ياكلوا في ماكدونالدز السانداي ويمشيو بحالاتهم. انا سميتي روان عندي 18 كنقرا الفن انا مثلا انا مازال غنسال مره واحده اخرى الا ما بركشوش عليا راكم ماتشي. المهم انا ما نقش ما نضحك لا صافي شنو عليك صاحبي واش نضحك. المهم هذا ما نقدش نضحك واي واخويا المهم اتصفيك جيم ديك الحلمات فاش تكون فيك 41 سخانه. السلام عليكم. سلام بخير عام الحمد لله. شو سميتك؟ شادين. شادين سميتك زوينه شادين. وانت شو سميتك؟ ايوب. ايوب عيطوا لي يويو. اوكي شنو كدير في حياتك شادين؟ السؤال هو علاش كيعيطوا لك يويو؟ كنقرا بسيكولوجي وشو بروفيسور اون باغولي. فري فري زعما طبيبه ديال الناس كنرماك في الصحه زعما تعرفي بنادم اللي كان مريض. لا تعرفيش بنادم؟ نو لقاو شي دورة جاو يعمرو بها الفارة إلا جي راه عندو واحد الفيديو فيها 35 دقيقة بقى عندنا واحد 5 دقايق. متأكدة أنو الدريات أصلا ما فهمش شناهو هو في بزاف علاش جابوه ما عرفش راسو شنو كيدير. قالولو غادي تجي شوشو غادي تجلس نجيبولك الدريات. متشرفين متشرفين زوينة أنتي تبارك الله الله يحشمك. تانتا زويون الله ينوري عليك. جوجكم غتشدوا بعضياتكم في يديكم 10 ثواني وما غتقولوا والو. اوكي اوكي وي كان دو ذيس. شادين شنو هو الفايب اللي حسيتي به من جهه موي؟ قش عريره. I have mixed feelings about it but it's something good. I really like it. هاد الدري هذا فهمتي داير شي قبول ولا شي حاجه. لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش امبوسيبل. تضحك ذا فايب ذات ام جيتين فروم يو. اوكي صافي ارتستيك. هاد البنت هادي جود كتعرف واش كتشكرك ولا كدابز. او ماي جاد شكراتو هي وقال لها بليز سميتي ويلا سيري بحالاتك. سميتو سميتو صافي انا كدير لاصال وكيعجبو الدراري اللي كيتريني حتى هما. اوكي جيم نو
سوري هاي دوتك الشلل جاني الشلل جاني الشلل ما يمكنش كنت عارفهم انهم فهمتي فريمون متاثرين بهادشي ديال لي ريزو سوسيو ولكن ما صحبت ليش انهم دماغهم فريمون مشوي جاني بحال ما عندهمش الوعي بالذات ولا بالاخر ما كيعرفوش يتعاملوا فهمتي داك النوع اللي بقوه اللي بقاو في القوقعه ديالهم باش كتحطهم برا مع بنادم اخر كيبانوا جد بيزار صافا يو جود مزيان هاد خينا دابا باين عنده مع الرونديفوات الجلسه اللي جالس ديال هذاك اللي فهمتي غيجلس معاك في القهوه غادي يشرب معاك جو دورونج وغادي يمشي حيت عنده رونديفو اخر داك الشيء سويتك على يور زوديك سان حيت اكشلي لي ساجيتير كيكونوا فول اوف لايف واش كتعاملوا بصح بهذا الشيء ديبانز ليا انا لا ما كنامنش به كاين دي تروك اللي كيكونوا شويه سيميلير زعما ماشي على 100% دوك البلانات مثلا كيقولوا لك شي حاجه كاين واحد لي كونفرساسيون ثنائيه الابعاد ولكن هذه احاديه الابعاد ياسمين قولي لي اش هاد الحوايج جاوك فيه ناضين يور انرجيتيك كونفيدنت يو سيم ريلي كونفيدنت اند وات ايلز وات ايلز جود كيسر الله شي الناس شي دابا الليل شي مور 12 الليل كيبقى كيبدا المسخ دابا هذه 12 و4 والله زعماك انا فريمون فريمون كيوريوز نعرف واش زعماك والديهم كيشوفوا هادشي هادشي اللي بغيت نعرف شنو هو شي هدف اللي باغي توصل ليه في حياتك ايمن كتبقى شي حاجه بريف شتي فاش شويه د العمق فهمتي السؤال شويه انتريسون فهمتي اللي اون فيت انسان في كامل قواه العقليه داك هو يكون هو اول سؤال غادي يسول هو شنو بغيتي دير في حياتك شي هدف عندك في الحياه ديالك ولا فهمتي ما يقدش يتجاوب على بريفي بريفي لازم شنو كاع باغي تكون باغي تصنع لنا النواوي اه I wanna be successful I wanna achieve my goals what's your goal هدف في الحياة ديالي هو نوصل للهدف ديالي زوين هاد اللون هذا ها ياي وي ماتش يس ساليت انفان خلاصة القول اش غادي نقول لكم فريمون عندهم واحد المشكل كبير ديال ليدونتيتي هوية مكايناش تالفة لحقاش أنا هاد الكاركتيرات كاملين اللي شت مقتبسة من داكشي اللي شافوه في الأفلام الأمريكانية فقط كليبات دريك حتى واحد فيهم ما بين شي بيرسوناليتي اللي زعما بارزة دي ستاندار تحت الصفر في الدراري واخا هذا غير فيديو واخا غير ضحك واخا مي فريمون راه سي تريست سي تريست بالنسبة لطفالية الضو حتى الكاميرا ديالي عيات حتى الكاميرا جدات السخفة و سي فريمون دوماج انه زعما كتا مغربيس ديالنا هكا كتقتل بهذه الطريقة هذه زعما المهم زعما اللي نقدر نقول لكم انه الا كانوا زعما فريمون هاد الناس هادو هما اللي كيغوبريزونطيو هاد الجيل اللي جاي راه مشينا في الخسرة مشينا فيها عقدة ديال الغرب ما عرفتش علاش عندنا غتقولوا لي انتي مجوجة بكاوري وداكشي اللي كيتبعني اللي تتفرج فيا راه عارف وهذا ما كان نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو هادي ما تنساوش تابوناو وديرو جيم وتبارطاجيو ونتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه باي